أهلا بكم في خدمة إخبارية جديدة من قناة دريم. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ويكرم الرئيس خلال الاحتفال 8 من العلماء في مصر والعالم الذين أثروا الحياة الدينية بفكرهم وعملهم، من بينهم 6 من علماء الأوقاف. ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة إلى الأمة الإسلامية حول مختلف القضايا الراهنة وسبل تجديد الخطاب الديني بالتركيز على الوسطية والاعتدال بالدين الإسلامي ونبذ الغلو والتطرف. ومن ناحيته قال الدكتور أشرف توادروس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إن احتفال المسلمين بالمولد النبوي هذا العام يحدث مرتين ومن المنتظر أن يتكرر بعد 33 عاماً. وأضاف تدرس أن العالم سيحتفل بالمولد النبوي الشريف غداً الأربعاء للمرة الثانية خلال عام 2015، حيث كانت المرة الأولى يوم السبت 3 يناير لهذا العام، موضحاً أن تكرار المولد النبوي مرتين في عام ميلادي واحد يحدث كل 33 سنة. أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية والتصدي لكل من يحاول استباحة أرض مصر والنيل من سلامة شعبها العظيم، وهذا وهنأ الشعب المصري وأبناءه من رجال القوات المسلحة والشرطة بذكرى المولد النبوي الشريف. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بالإنابة عنه اللواء أركان حرب مجدي حجازي مساعد وزير الدفاع خلال احتفال القوات المسلحة بالمناسبة، وشدد على ضرورة تكاتف أبناء مصر والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مؤكدا أن لمصر جيشا قويا جعله مرابطا وأمينا على حمايتها ويصون أمنها واستقرارها إلى يوم القيامة. افتتح اللواء أركان حرب أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم عدداً من مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكهرباء والتعليم التي نفذتها القوات المسلحة بعدد من القرى الأكثر احتياجاً في محافظة الفيوم. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هذا وتورط المنطقة المركزية العسكرية ورفعت كفاءة مدرسة الخالدية الابتدائية المشتركة، وشملت أعمال المحارة والدهانات الداخلية والخارجية للفصول الدراسية ودورات المياه والطرق الداخلية والوجهات والأسوار وإحلال وتجديد شبكات المياه والكهرباء والصرف والأبواب والشبابيك ورفع كفاءة 570 مقعداً خشبياً وطاولة لرياض الأطفال. كما قام قائد المنطقة المركزية العسكرية يرافقه الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بافتتاح عدد من مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها القوات المسلحة بمركز تلا والبتانون بمركز شبين الكوم وقرية ميت أبو شيخة بمركز كوسنا، والتي تعد من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة المنوفية. قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس منذ أواخر الأسبوع الماضي غير مستقرة، بدأت غرب البلاد وتكاثرت خلالها السحب المنخفضة والممطرة خاصة على السواحل الشمالية الغربية، وستستمر السحب إلى نهاية الأسبوع. وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود اليوم طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا، وتستمر السحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة، وتوقع أمطار شديدة على متوسطة على السواحل الشمالية الغربية. احتفلت محافظة الأقصر صباح اليوم بظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس الآلهة أمون بمعابد الكرنك التاريخية التي تعد أهم ظاهرة فلكية تشهدها محافظة الأقصر في صورة لما كان يشهده قدماء المصريين قبل أكثر من 3000 عام. الاحتفالية تأتي ضمن الجهود الجارية لتنويع المنتج السياحي واستعادة التدفقات السياحية للمدينة، بجانب الاستعداد لإقامة مهرجان السينما المصرية الأوروبية ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وغيرها من الأحداث الثقافية والفنية والسياسية والسياحية.
وإلى باقة من أخبارنا العربية والدولية، تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض صاروخ بالستي تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة. وقالت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية أن القوات الجوية بادرت في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية. وحذرت قيادة التحالف إنه في الوقت الذي تحرص فيه على التعاطي بإيجابية مع طلب الحكومة اليمنية لتمديد العمل بالهدنة، إلا أن استمرار الأعمال العدائية من قبل الحوثيين سيدفع قيادة التحالف لاتخاذ إجراءات قاسية لردع تلك الأعمال. اعتبر رئيس مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة أن الذين يرفضون اللاجئين السوريين هم أفضل حلفاء لمتشددي تنظيم داعش، منتقداً اقتراح دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بترشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لحظر دخول المسلمين الأجانب إلى الولايات المتحدة. يذكر أن وفر أكثر من 4.3 مليون سوري قد فروا من بلدهم نتيجة الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 5 أعوام. أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة ترحيل النفايات إلى خارج لبنان، وجاء قرار المجلس في جلسة عقدت عصر أمس في السراي الحكومي في بيروت، واستمرت قرابة 6 ساعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وخصصت لبحث حلول لأزمة النفايات التي تسبب وضعها بيئيا صعبا في البلاد. وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل أن مجلس الوزراء أقر في جلسته خطة ترحيل النفايات، ولكن بشكل مؤقت وانتقالي. أدان البيت الأبيض الهجوم الانتحاري الذي شنته حركة طالبان قرب كابول الاثنين، وأودى بحياة 6 جنود أمريكيين من قوات حلف شمال الأطلسي، مؤكدا تصميم واشنطن على دعم كابول. كان الهجوم نفذه انتحاري يقود دراجة نارية مفخخة قرب قاعدة بإجرام العسكرية، مما أسفر عن مقتل الجنود الأمريكيين 6 وإصابة 2 آخرين وأفغاني. وأعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة الأمريكية الكبرى في أفغانستان. وقال المتحدث باسم الجماعة ذبيح الله مجاهد إن عدد الضحايا بلغ 19 شخصاً. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن داعش تنظيم لا يستطيع تدمير الولايات المتحدة، معولاً على أنه ليس قوة صناعية كبرى يمكن أن تمثل تهديدات كبرى لمؤسسات الولايات المتحدة بصورة ممنهجة. وقال الرئيس الأمريكي في المقابلة التي أجراها مع الإذاعة الوطنية العامة قبل بدء عطلة نهاية العام أنه على ثقة من الانتصار على التنظيم، موضحاً أن داعش فقد 40% من الأراضي التي كان يسيطر عليها. وهاجم أوباما المرشحين الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الأمريكية الذين ينتقدون الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية لتنظيم داعش، قائلاً أنهم لم يقدموا أي بدائل. أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن جماعة بوكو حرام المتطرفة تسببت في حرمان أكثر من 1 مليون طفل من ارتياد المدارس، مشيرا إلى أن عدم تعلم هؤلاء الأطفال يمثل تربة خصبة للتشدد في نيجيريا والدول المجاورة. وقالت اليونيسف أن أكثر من 2000 مدرسة أغلقت في نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر، وهي الدول الأربع الأكثر تضررا من الهجمات التي تشلها الحركة، حيث تشكل المدارس وأساتذتها وتلاميذها هدفاً مباشراً لبوكو حرام التي أعلنت مبايعتها من قبل لتنظيم داعش. طالب مجلس الأمن الدولي حكومة بوراندي بالعدول عن قرارها رفض نشر قوة للاتحاد الإفريقي على أراضيها بهدف وقف أعمال العنف. وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي قرر السبت إرسال بعثة من 5000 رجل إلى بوراندي لوقف أعمال العنف الدائرة منذ 8 أشهر في هذه البلد.
وهو الأمر الذي رفضته الحكومة، وتعاني يوراندي من أزمة سياسية عميقة منذ ترشح الرئيس لولايته الثالثة، اعتبرها معارضوه مخالفة للدستور والاتفاق أوروشا الذي أتاح إنهاء الحرب الأهلية بين الجيش الذي تهيمن عليه أقلية التوتسي والمرتدين الهوتو. وإلى جولتنا الرياضية، والبداية مع الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. حقق النادي المصري فوزاً صعباً على ضيفه أسوان بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بملعب الإسماعيلية في الجولة التاسعة من المسابقة. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر، ويأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعد تغلبه أمس على وادي دجلة الذي تجمد رصيده عند النقطة الثامنة في المركز الثاني عشر من جدول الترتيب. وفي الجولة ذاتها يسعى النادي الأهلي لتجاوز كبوته عندما يلتقي فريق حرس الحدود على ملعب برج العرب بالإسكندرية في 6 مساء، ويطمح الأهلي في استعادة توازنه من جديد بعد أن خسر آخر مباريتين له في الدوري أمام سموحة والمقصة، وأهدر 6 نقاط كاملة خلال مشواره في الدوري العام. ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول المسابقة برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، بينما يأتي حرس الحدود في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط. قال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه يرفض الضغط على قضاة الملاعب أو إهانتهم، مشدداً على أن هيبة وكيان الحكام خط أحمر، خاصة أنهم العنصر الأهم في منظومة كرة القدم، وبدونهم لن تقام المسابقات. وأضاف وجيه أن بعض المسؤولين يعلقون الفشل على شماعة التحكيم، وهذا أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً. وأشار رئيس لجنة الحكام أنه احتوى أزمة هجوم رئيس نادي الزمالك على الحكام مؤخراً، رافضاً عرقلة مسيرة التحكيم في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الرياضة المصرية وخاصة كرة القدم. وإلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث تمكن أرسنال الإنجليزي من حصد 3 نقاط هامة في مشواره بالدوري، وفاز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في ختام مباريات الجولة 17 من المسابقة. أهدر إستي العديد من الفرص للتسجيل في الشوط الأول، لكن المدفعية تمكنوا من تسجيل هدفين عن طريق والكوت وجيرو، قبل أن ينجح يايا توري في إحراز هدف للفريق السماوي قبل نهاية المباراة بثماني دقائق. الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 36 نقطة ليضغط على ليستر سيتي متصدراً البطولة برصيد 38 نقطة، ويتجمد رصيد إستي عند 32 نقطة في المركز الثالث بعدما تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم. إلى هنا انتهت جولتنا الإخبارية، شكراً للمتابعة، إلى اللقاء.